يا مساء الجمال والورد على عيونكم، كنت صابغة لون شعرك بلون والصبغة نزلت منه وتحول بعد كده للون أصفر أورنج مش عاجبك أو مزعج وعايزة تجددي لونه، في نفس الوقت ما تسحبيش لونه تاني ولا تضريه. ومش بس كده، كمان هعرفك طريقة التفتيح الصحيحة لو لون شعرك متعدد الألوان وفيه كذا لون، جذور طبيعية بلونها الأساسي، نص الشعر بلون والأطراف بلون ثالث. هقولك تبدأي منين وتعملي إيه وكل حاجة بالتفاصيل الدقيقة. تعالى قولي. لو شعرك بقى لونه اصفر اورنج زي ما انت شايفه كده، كنت صابغه لون والصبغه نزلت منه زي ما قلت لك ووصل لدرجه 8 او 8 ونص اصفر اورنج، وطبعا مش كل الناس بتتقبل الدرجه دي من لون الشعر، فبيبقوا عايزين يجددوا لونها بس في نفس الوقت، او يعني يجددوا لون شعرهم بس في نفس الوقت هم مش عايزين يزودوا تفتيح عن كده، عايزين يصبغوا على طول. طيب مقادير الصبغه على طول كده هتكون عبارة عن ايه؟ طيب اول لون هيكون معانا ايه؟ هيكون رقم 7.0. 7.0 ده اسمه اشقر طبيعي او اسمه اشقر متوسط طبيعي، تمام كده؟ طيب ده هناخد منه نص عبوة، حلو كده؟ وكل المقادير هتكون نص عبوة. طيب يبقى ده كده اول لون. تاني لون 8.0، تمام؟ ده هناخد برضو نفس المقدار زي 7.0، هناخد نص عبوة، وده اسمه ايه؟ 8.0 اسمه اشقر فاتح طبيعي. طيب تالت لون برضو واخر لون كلهم بنفس المقادير، مقادير متساوية، هناخد 8.3، تمام؟ او 8.33 المتاح عندكم، يعني مفيش تعقيدات، هناخد برضو نص عبوة. كل المقادير متساوية بالظبط بالتساوي اهو زي ما انتم شايفين، نص ونص ونص. طيب معلش 8.33 ده اسمه اشقر ذهبي فاتح حاد عشان التلاتة الانعكاس فيه متكرر مرتين، تمام؟ لكن لو هو 8.3 بس بيكون اسمه اشقر ذهبي فاتح بس بدون حاد، تمام كده؟ ناخد بقى اكسجين 20، وطبعا مقدار الاكسجين قد مقدار الصبغة، يعني لو 100 ملي صبغة هيكون 100 ملي اكسجين. طبعا اطوال الشعر دي طبعا بتتحدد حسب طول الشعر وكثافته، يعني دايما بقول لو شعر لحد الكتف بياخد من عبوة ونص لعبوتين، بنقسم العبوات بقى بالتساوي على حسب طول الشعر، لو اطول يعني ممكن بناخد مثلا 3 عبوات، عبوة من كل نوع او من كل لون انا حطيته، تمام؟ فدي كده الاطوال. اما بالنسبة للناس اللي عندها شيب، تمام؟ وهيصبغوا شعرهم، يعني لو شعركم طبيعي مش مسبوغ وانتوا عايزين تطلعوا اللون ده، الاول هتعملوا ايه؟ طبعا ده للناس اللي شعرها طبيعي بدون شيب الاول، تمام؟ واحدة واحدة. اول حاجة الناس دي هتعمل ايه؟ هتسحب لون لدرجة 8 او 8 ونص للي هو الاصفر اورنج، بعد كده هيبدأوا يطبقوا خطوات الصبغة اللي انا قلتها دي بالظبط، تمام؟ اما الناس اللي شعرها كان مسبوغ زي ما انا قلت في اول الفيديو والصبغه نزلت من شعرهم وشعرهم بقى لونه اصفر اورنج، تقدروا من غير تفتيح ولا اي حاجه
تصبغوا على طول الالوان دي. ولو عندكم بس جذور وعايزين كل اللون يبقى موحد، الجذور هي اللي طالعه يعني اغمق، تقدروا تسحبوا لون الجذور لدرجه 8.5، والجذور بتفتح من اول مره، مش محتاجه مرتين وثلاثه، الجذور بتفتح بسرعه جدا. وبعد كده تقدروا تصبغوا الجذور طبعا بالاطراف بنفس اللون ده، تمام. اما بقى للناس اللي شعرها في شيب، هتعملوا ايه بقى؟ هقول لكم حالا هتعملوا ايه. اولا انتوا مثلا لو شعركم في شيب ولونه غامق، تمام، هتعملوا تخصيب بصبغه رقم 5 او 6.0 او 5.0، يعني بني فاتح اللي هي 5.0 بني فاتح طبيعي و6.0 اشقر غامق طبيعي. هتعملوا تخصيب للشيب، هتحطوا مثلا 50 مللي صبغه على الاماكن اللي فيها شيب، او يعني الاول في البوله 50 مللي صبغه معاهم نص كميه صبغه اكسجين، 25 مللي اكسجين 10 او 20، تمام. وقلت لكم ازاي تخففوا قبل كده اكسجين 20 ل 10، حلو كده. طيب وبعد كده بتعملوا ايه بقى؟ بتحطوه على شعركم، اول ما الشيب يتلون بتغسلوا شعركم فورا، وبعد كده بتجففوه، وبعد كده بتسحبوا لونه لدرجة 8.5 اللي هي الاصفر اورنج، تمام. طبعا اللون مش ظاهر قوي بسبب الاضاءة، تمام. عشان كده دايما في نتيجة اللون النهائية عشان تشوفوا اللون مظبوط انا بطفي الاضاءة. طيب بعد ما بتوصلوا للدرجة دي، بعد كده بتصبغوا اللون ده وانتم مستريحين وتبقوا متأكدين ان الشيب هيتغطى. فدي كده الطريقة لجميع انواع الشعر. طيب نبتدي بقى نصبغ الخصلة، عشان وانا سابغ الخصلة كده هتكلم معاكم عن ايه بقى؟ هتكلم معاكم عن طريقة تفتيح الشعر المتعدد الالوان بالطريقة الصحيحة البروفيشنال، تمام؟ طيب اللي هو يعني تبقوا بتشتغلوا وانتم مطمنين وعارفين ان انتم مش بتعملوا اي غلطة. طيب دلوقتي انا بس خلوني اكمل صبغ الخصلة، وعايز اقول لكم اللون اهو على التوالي بدون مصححات، عشان الناس اللي كانت بتقولي انت بتصبغ دايما بالمصححات ليه؟ فاديني اهو بقالي كام فيديو بنزل لكم كل الالوان، او والوان فاتحة كمان وحلوة وجميلة وبدون مصححات، عشان بس محدش يزعل وردي كل الاذواق. طيب دلوقتي انا خلاص صبغت خصلة الشعر، هبتدي اقول لكم بشكل سريع جدا ومبسط ازاي نصبغ نفتح شعر متعدد الالوان. طيب بصي يا ستي انتي وهي، لو دلوقتي شعر مثلا من اول الجذور لحد 10 سنتي ظهر لون طبيعي وانتي كنتي صبغاه قبل كده، تمام، ظهر اللون الطبيعي اللي هو الاسود او البني الطبيعي، تمام. وفي منتصف الشعر الصبغه كده ادت على داي اورنج، نزلت وبقى لونها زي لون الصدأ او الاورنج، تمام. وفي الاطراف مثلا كنت عامله اومبري والاطراف لونها بلاتيني مثلا، تمام، او ذهبي، يبقى انت كده شعرك 3 الوان اسود اورنج ذهبي. طيب انا دلوقتي مثلا فرضا عايز اصبغ اللون ده بنفس الخلطه دي، تمام، وانا شعري متعدد الالوان، هبدأ منين واعمل ايه؟ الاول طبعا لازم نوحد، عشان اللون النهائي بتاع الصبغة يطلع موحد لازم نوحد لون شعرنا، القاعدة اللي هنصبغ عليها اللي هي درجة السحب، تمام. طيب فبالتالي هنبتدي نعمل ايه؟ سحب لون، مفيش حل غير كده، تمام. طيب سحب لون، الاول هنبتدي بقى من قدام او من ورا او من الجناب، هنبتدي ازاي؟ هقول لكم بالظبط، دايما ابدأوا من الخلف. ليه؟ لأن قدام بيفتح بسرعة جدا عن اللي ورا، ولو تلاحظوا طبيعة البشر أو معظمنا الشعر دايما اللي ورا بيبقى أتقل من اللي قدام، تمام كده؟ طيب مش ده موضوعنا، بس الموضوع أنا بفهمكم إيه السبب إن إحنا نبدأ بورا الأول، تمام؟ هنبتدي بقى منين من ورا؟ طبعا هنبتدي بالجزء الغامق، لا الاورنج ولا البلاتيني، اكيد هنبتدي بالاسود الطبيعي او البني الغامق الطبيعي، اغمق لون، تمام. هنبتدي من
هنا، تمام؟ طبعا هنقسم الشعر، ده اللي قدام خلاص وده اللي ورا، يعني هنبتدي بالجزء الخلفي. هنبتدي بقى من يعني من الجزء طبعا الغامق، بس مش هندخل على الجذور اللي هي لمسة فروة الراس مرة واحدة، لا مش من الأول. في الأول هنعمل ايه؟ هنبعد سنتي واحد بس، سنتي بس عن الجذور نفسها، وهننزل بعد السنتي ده نعمل كل الجزء الايه اللي هو الاسود الطبيعي اللي هو ال10 سنتي، تمام؟ هيبقوا بقى 9 سنتي لان احنا سايبين سنتي كده ناحية الجذور. هنبتدي نعمل كل اللي هو الاسود ده، تمام؟ بعد ما هنخلص الاسود كله هندخل على ايه؟ هندخل على الجزء المصبوغ اللي كان مصبوغ ونزل وبقى اللون اورنج، تمام؟ بعد كده هنبدأ بيه كله هنخلصه. طبعا بعد ما نخلص الاجزاء اللي هنا ندخل برضو على اللي قدام، تمام؟ يعني بعد ما نخلص الجزء اللي هو الاسود الطبيعي اللي هو من ورا بندخل برضو على الجزء الاسود الطبيعي اللي قدام، بس بنبعد عن الجذور بمسافة سنتي، تمام؟ بعد كده بنبتدي ندخل على الاورنج، تمام؟ برضو بنبتدي من ورا نخلص الاورنج اللي قدام، ندخل على اللي ورا، ندخل على اللي قدام. بعد برضو ما نخلصه هيبقى فاضل معانا ايه؟ حاجتين اتنين، الجذور اللي هو الواحد سنتي اللي احنا سبناه، والاطراف اللي هي اصلا لونها فاتح ذهبي او بلاتيني، تمام؟ هنبتدي بعد كده برضو باللون الغامق اللي هو الجذور السوداء اللي احنا سبناها سنتي في اول ما بدأنا وما جيناش جنبها. اخر 20 دقيقة، تمام؟ او اخر 15 دقيقة بنبتدي ندخل على الجذور دي، تمام؟ هتلاقوها فتحت معاكم في اخر ربع ساعة، يعني اخر ربع ساعة قبل ما تغسلوا بربع ساعة ابدأوا بقى على الجذور اللي هي الواحد سنتي كلها، هتسحبوا لونه كله. والاطراف بقى اللي هي اصلا بلاتيني او ذهبي هي مش محتاجة تفتيح، فانتوا هتعملوا قبل ما تغسلوا بدقيقتين بالظبط هتفركوا كامل الشعر كله، تمام؟ فالاوريدي الاطراف اللي هي الذهبي او البلاتيني هتلاقوها فتحت معاكو لنفس اللون اللي انتوا بتفتحوه هنا، وهيبقى الشعر كله موحد. تقدروا تغسلوا الشعر بكل بقى اريحية وامان، وبعد كده بتنشفوه وبعد كده بتصبغوا في نفس اليوم لو الشعر مش ضعيف. لكن لو الشعر ضعيف ما بقولش مطاطي، لو مطاطي اصلا ما تصبغوش خالص، بيتعالج الاول. لكن لو حسيتوا ان الشعرية ضعيفة شوية او فيها تقصف بسيط بتستنوا بتريحوا الشعر 4 5 ايام اسبوع، تغذوه بحمام زيوت حمام كريم، تمام؟ وبعد بقى ما تحسوا ان الشعرية مسكت نفسها وبقت قوية تاني تقدروا تعملوا الخليط الجميل ده وبعد كده تصبغوا شعركوا، او طبعا تعملوا اي لون تاني انتوا عايزينه. بس كده دي الطريقة الصحيحة لسحب لون الشعر المتعدد الالوان. فالفيديو ده مهم جدا 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 لانه فيه معلومات كتيرة جدا لا تقدر بثمن، فيا رب اكون دايما بفيدكم. ده بقى هسيبه لحد ما يديني الدرجة اللي انا عايزها، وبعد كده هرجع لكم تاني باللوك النهائي، استنوني. فاتت كده بالظبط 30 دقيقة على الشعر، هقوم اغسله وهرجع لكم تاني باللوك النهائي. ايه رأيكم بقى؟ شايفين الدلع؟ شايفين الجمال والحلاوة والشياكة؟ يعني بجد لون تحفة جدا جدا، مزيج ما بين الأشقر الطبيعي مع الفاتح مع الأشقر الذهبي، ادينا لون في الآخر أشقر طبيعي ذهبي، يعني حاجة كده فوق الخيال. والشياكة يا رب يكون اللون عجبكم. لو عجبكم بقى اللون الجميل ده ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير اكتر، سبسكرايب، فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد القناة، واشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. سيو، باي باي.